تعتبر خذيت فرصتك كامله بالفريق بعد خروج فوزي؟ لا علاش؟ على خاطر نذكر تم الاعلان انك باش تكمل اخر الموسم بعد تم تراجع على الديسيزيون هذا. انا بالنسبه لي اللي نشوفه كان ما عملتش حتى مونكمون، اظهرت جدارتي في التحكم في المجموعه، في طريقه اللعب، في طريقه الخدمه. صحيح فما مقابلات ما عملناش فوليوم دو جو كبير، اما انتصرنا. المقابلة الوحيدة اللي هزمناها من اللي خديت المجموعة هي مقابلة النادي البنزرتي، برغم في المقابلة هذيك الناس كل اجمعت كانوا النجم الذي سهل عدا مقابلة كبيرة، في اوبستاكل معروف اللي هو طرحها مسوسة، ما انتصرناش. خلى شكون ينجم يخمم وقتها في تغيير المدرب. هذه حاجة اللي النجم كون اللي نحترمها، اي رئيس جمعية ولا اي مسؤول يشوف هو كونه يلزم يبدل لونترنور. هذيك الفوتبول ما نجم الا نقبل. حبيت تعاود مثلا سنة معين شعباني في الاسبيرونس؟ انا كامل احترامي للمعين، زوز طموحين وزوز نخدموا على روحنا وزوز انا في بخوف، وديجا معين شعباني اللي نحييه بالمناسبه نلقي شكون يسوتنيه وهكا النتائج ماشيه، معناتها حوايج معناتها يعمل في باركور اكسبسيونيل. انت ما لقيتش شكون يسوتنيك؟ لا مالوروزمون لا، جيتي سوتني سولمون من الجروب نتاع لي جوار ومن البوبليك نتاع لي توال. بالعكس فما شكون حاب يعرق رفيق الحمدي؟ يعرق لا، مي فما الهاجس نتاع يلزمنا نجيبو اونترنور كبير اجنبي. هذه موجوده ونحترم كل واحد تفكيره يوصل حتى الغادي، نحترم ما نجمش نقول، اما نحترمه. اخلاقي ما تسمحليش باش ندخل في دي ديتاي كيفاش صارت الطريقه ونسيت سويت. يعني الحاجه اللي فرحان بها كوني خرجت بعلاقه ممتازه، علاقه احترام كبيره مع رئيس النادي، مع اللي موجودين الكل المسؤولين اللي تقاسمت معاهم برشا وقت، مع الملاعبيه الكل سونز اكسبسيون، فمش حتى ملاعبي ما كلمش رفيق المحمدي. هذه حاجه تري امبورتون. تعملوا حاجه خايبه باش رفيق المحمدي غادر ليتوال؟ قلقتك انت؟ شوف يا سليم، انت حطيتني توا في اول بلاتو، اول بلاتو بالحق نحس فيه روحي كونه. اول حاجه من ثلاثة جمعات ونجم نقولوا حتى شهر مانيش صغير يعني في الكره. اون طونك جوور لاعب من لي كاتيجوري الكل وعامل 13 اون ديكيب سينيور، معناتها مقصدر عايش في ستيريت ونعرف الجو ونعرف انسي سويت. نشم في ريحه قل الثقه دايره بيه، حاسس كوني يوجع لونترونور. اما حتى واحد ما جاني فرونشمون قال لي رفيق باش نجيب لونترونور من قبل. اني مشيت لرئيس الجمعيه سير ذا واقترحت عليه من قبل ما تصير التبديل بثلاثة جمعات، قلت سير ذا اذا تشوف كونه يلزم نجيب لونترونور راني موجود. نهار تجيب لونترونور شاف باش يخدم باش نكمل التجربه مع بعضنا مرحبا، شاف كونه نخرج على روحي راني نخرج على روحي ما عندي حتى مشكل. مي حاجه برك نقول لك، راني راجل وراه معايا رجال في الجروب ومالغري الفراغ اللي موجود توا رانا باش نكونوا فريمون في المستوى. قال لي خدم على روحك، ما عنديش التفكير هذا بالكل. راني جو معناتها جو سوي ديرير فو، اخدم على روحك وعلاش نمشي نجيب يعني اونترنور اللي باش نجيبو مئات الملايين. تحس روحك تغدرت بعد تعيين مدرب جديد؟ مش من رئيس النادي. مشكور. من اللي يخموا واحنا قاعدين نربحوا وهما يخموا في جيبو اونترنور، اما طون ميو راني ما نكونش نقول لك حاجه ما عنديش حتى ريغري، اما علمتني حاجه برشا حوايج. يعني بالنسبه لي طون ميو اللي توا النجم الذي سحلي عامل دو ماتش دو فيكتوار سور دو في الشامبيونز ليغ، خليني بوزيتيف على خاطر في الاخر. قول لي مش من رئيس النادي، رئيس النادي هو ياخذ ديسيزيون. اي لكن رئيس النادي وقتها في فتره استقاله جاتو اقتراحات، جاتو اسامي كبيره الى في سون شو. اما فما حاجه مهمه، التونسي مستحيل باش تسمع به اونترنور كبير العربي بصفه عامه، مستحيل باش تلقى باش تلقاه اونترنور كبير في ايكيب اون ناسيونال في حتى بطوله اوروبيه، مستحيل. ونتحدى كل واحد يقوله لي الكلام هذا. تشوف وفقه اداره تيتوان في التعيين؟ نفس الشيء التونسي، احنا مانيش قلقين لحظنا لبرا برغم لي كومبيتونس برغم كل شيء. نجي لبلادك تو في بروف تو تنفيستي تعمل انفستيسمون اللي بالحق ما تحسبهاش والنتائج تبدا ماشيه، ما تقعد لنا عقدتك الاجنبي اللي